بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صوته رافق أجيالا من التونسيين وما زال يرافقهم مؤذنا يدعو إلى الصلاة أو مقرئا يتلو آيات الذكر الحكيم. دون ذلك فتحا قريبا. الشيخ المقرئ علي البراق ولد عام 1899 بمدينة القيروان مهد الحضارة في بلاد المغرب والأندلس، وكان لأجواء المدينة الروحية المميزة أثرها الواضح على شخصية البراق، فشغف بالقرآن الكريم والمدائح والأذكار. محمد رسول الله. لم يحل فقدانه لبصره دون نهله من ينابيع العلم والعرفان، حتى حقق أمنيته بختم القرآن الكريم بالقراءات السبع تجويدا وترتيلا. بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قصد العاصمة تونس مطلع ثلاثينيات القرن العشرين باحثاً عن أفق أرحب. انضم إلى الطريقة السلامية وانتدب مؤذناً ومقرئاً بجامع صاحب الطابع العريق في الحلفاوين. ولعذوبة صوته وأسلوبه الخاص في الترتيل دعي الشيخ البراق لتدشين البث الرسمي للإذاعة التونسية عام 1938. ثم سجل صوتا وصورة عشرات التراتيل في مختلف الطبوع التونسية بعد ظهور البث التلفزيوني. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكلما حل شهر رمضان يتطلع التونسيون إلى صوته معلنا موعد الإفطار. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. لبى الشيخ علي البراق نداء ربه عام 1981 بعد أن قضى حياته في بلورة مدرسة التلاوة التونسية والتعريف بها في العالم الإسلامي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.